حياكم الله. جميل، كل ما تفضلتم به من رسم رائع جدا، يعني بالهامش من الأشياء الجميلة اللي وجدتها في هاي تطبيق هاي التمرين على مدار تقريبا 4 أو 5 سنوات، إنه الكل كان بيرسم مسجد أو بيرسم كعبة، أو يعني بيرسم حاجة كده تطوعية أو للخير يعني. وهذا المؤشر كتير رائع وجميل، زي ما يقول الخير في أمتي إلى يوم القيامة، وهذا الشيء رائع يعني، ملاحظة كده بالهامش. حتى في الرسومات اللي شاهدت الآن برضو أيضا موجود هذا الأمر، فكتير رائع وجميل. فكرة من هذا التمرين يا كرام، نحن جميل جدا أن نحن نستخدم الرسم، الرموز، أو نعبر عن أفكارنا بالرموز وبالرسومات، لأنه الرسمة أو الرمز بيختصر أشياء كثيرة، بيختصر معلومات كثيرة، بالإضافة إنها بتكون معلومات شوي مشفرة، يعني ما بيفهمها إلا صاحبها اللي حط هذه المعلومات، اللي حط هاي الرموز. فكتير رائع وجميل إنه إحنا نطعم خرائطنا ونطعم خططنا برسوم. يمكن الصورة اللي وصلت، الخارطة اللي وصلت من أحد الإخوة على الواتساب، بيحكي عن مدينته في تركيا، حكى فيها بالرسم أو بالصور، حكى عن الأكل، أعتقد السمك، الجو حار، حط فلفل أحار يعني. فكتير حلو الرموز، يعني بتعبر وبتوصل الصورة بأسرع وزي ما بيقولوا أفضل من الكثير من الكلمات. وهي فكرة الخرائط، إنك أنت تعبر عن أفكارك بطريقة بسيطة وبطريقة سهلة، وتجمع عدد كبير جدا من المعلومات في مكان واحد. طيب يا كرام، الآن خلينا نحكي في التطبيقات العملية للخرائط الذهنية، وهذا موضوع يعني اللي احنا جايينا فيه من أجله، وتركنا كل اللي بإيدينا وأجينا انتظمنا بهذا التدريب عشان. أول حاجة في موضوع تطبيق الخرائط في العمل. عفوا قول استاذ، ممكن سؤال صغير بعد اذنك؟ تفضل. من شوي جلالك ذكرت اني الصوره توصل الفكره اكثر من الكلمه، الصوره توصل الفكره للشخص الاخر اكثر من الكلمه، نعم ممكن توضيح صحيح. هالفكره بالذات يعني؟ اوكي ماشي تمام. تتذكروا صورة الطفل الكردي اللي كان على الشواطئ التركية، ما هو اللي غرقت أهله وكذا، شو كان اسمه؟ اللي كان لابس تيشيرت أحمر و إيلان. إيلان، 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 نعم أحسن. الآن لو حكينا إحنا مليون مقالة وخطبة عن معاناة الإخوة السوريين في الغرق والسفر وما إلى ذلك، ولا جبنا صورة إيلان رحمة الله عليه، مين كانت أقوى بتوصيل الفكرة؟ مين من وجهة نظركم أقوى يعني؟ نحن نحكي عن معاناة بالجرائد ونكتب عنها مقالات وروايات وكتب، ولا نجيب صورة الطفل نعرضها؟ الصورة هي أقوى، لأنه إحنا عم نلعب فيها على أكثر من حاسة من حواس الإنسان، لهيك كتير مهم الإعلام بصراحة. الإعلام سلاح ذو حدين، لذلك الصورة أنا بلاقيها إن هي أقوى من إحنا نقعد نحكي 3 4 مرات أو نحكي كتير عن موضوع معين. تمام، هذا ما قصدته يا كرام في موضوع الصورة، إنه أنا أستخدم الصور والرموز، الرموز على بساطتها والصورة على بساطتها أقوى بكثير من الكلمات. هذه نقطة. نقطة ثانية، إنه الدماغ بيستدعي الصورة بشكل أكثر بكثير وأسرع بكثير من استدعائه للكلمات. والدليل، إحنا كثير بنحكي، بنكون كده في مناسبة، بيمر علينا مثلا شخص أو كذا، بتطلع بهذا الشخص بحكي يا عمي أنا هذا شايفه قبل هيك، وبصير الدماغ يدور وين شفته وين شفته وين شفته وين شفته وين شفته. يمكن يروح يوم ويومين وثلاثة، بعد 4 5 أيام أتذكر، في المناسبة الفلانية تذكرت. لكن ما بيحكي الدماغ هذا إيش اسمه، بده يفكر بالاسم، بيفكر بالشكل والصور، مع أنه ممكن يكون مدة لقائنا بهذا الشخص لا تتجاوز الثواني المعدودة، لكن ظلت الصورة محفوظة. حتى سبحان الله
المجرمين او الناس اللي كذا بتاخذ الكلمات بتحولها لصور وبندلوا على المجرمين في التحقيق وما الى ذلك من خلال الصور، يعني بيحولوا الكلمات والاقوال الى انه كيف شكله طوله كذا، بيتحول لصوره وبصير يسهل البحث عنها. من هذا قصدنا ان احنا الصور يا كرام يعني بتريح كثير الدماغ في التواصل في التفكير في استدعاء هاي المعلومات. طيب الآن نحكي عن موضوع العصف الذهني من أول التطبيقات. الآن العصف الذهني عندنا بينقسم لجزئين، وليش بدأنا بالعصف الذهني في التطبيقات؟ لأنه أي تطبيق إحنا ممكن نستخدم فيه الخرائط، ممكن إحنا نبدأ بالعصف الذهني نجمع أفكارنا بعد ذلك إننا نطبق في التخطيط في حل المشكلات وما إلى ذلك. الآن العصف الذهني بنطبقه بالخارطة الذهنية بمرحلتين، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. المرحلة الأولى مرحلة الزراعة، والمرحلة الثانية مرحلة التقليم. وهاي الطريقة أنا الصحيح ابتكرتها من المحيط، من معاينتي للناس اللي حوالي المزارعين وما إلى ذلك. شو يعني زراعة وشو يعني تقليم؟ بتشوفوا في الحدائق العامة والمنتزهات الأشجار بيعملوا منها أشكال، بيعملوا منها شكل البطة، بيعملوا منها شكل القارب، شكل الضفدع، شكل مثلا طير معين بشكله بالأشجار هاي، بيقلموها بشكل إنها تكون مجسمة. لكن قبل ما يقلموها ويعطونا إياها بهذا الشكل كانوا زرعوا هاي الشجرة وكبرت، وبعد هيك بدوا يقلموا فيها ويشكلوها بهذا الشكل. أفكارنا كذلك الأمر، أول إشي بتبدأ مرحلة زراعة بعدين مرحلة تقنية. شو يعني مرحلة الزراعة؟ ببدأ من المنتصف وببدأ أستدعي كل الأفكار اللي إيش؟ اللي عقلي يعني بيستدعيها دون ترتيب ودون تنظيم ودون ما اخذ يعني الارشادات اللي حكينا عنها، وابدا من المنتصف احدد المسارات واستنطر الافكار. استنطر الافكار يعني ازرع الافكار بكل الاتجاهات، ايش بتجيني افكار بحطها، ايش بتجيني افكار بحطها بدون ترتيب. ممكن المرحله هذه يعني الافكار بس انا ايش ازرعها واكتبها قبل ما تهرب. فهيك بتكون الخارطة بهاي المرحلة مش مرتبة مش منظمة. لكن بعد ذلك بروح في مرحلة تانية، مرحلة التقليم. هي مرحلة التقليم بدها كده الواحد يكون جالس ويحتسي كوبا من القهوة ويعني الأمور بشكل أفضل معاه، وبيبدأ يرتب الفرع الأول، الفرع الثاني، الفرع الثالث، هذه الفكرة مع هاي الفكرة، لا هذه الفكرة حاليا يعني ممكن نستبعدها وما الى ذلك. بيبدا يرتب افكاره ويقلمها، فبصير يتبع ايش؟ يتبع الارشادات، هذا الفرع الاول وهذا بتفرع منه وهذا الفرع الثاني وهي بتفرع منه والثالث والرابع والخامس وما الى ذلك. اذا مرحله الزراعه بدون الارشادات، هذه مع الارشادات. فبيصير احنا بننتقل من مرحلة لمرحلة. مرحلة الزراعة اكتب كل حاجة بتيجي في دماغك بدون ما تقول والله هذه الفكرة غبية، هذه الفكرة وجدت في انحرقت في 5000 فيلم مصري قبل هيك، هذه الفكرة مش منطقية. لا، حط الأفكار كلها، بعد ذلك يعني بتبدأ ترتب فيها وتشكل فيها. مرحلة الزراعة يا كرام قال لك إذا أنا كل فكرة الدماغ بطرح علي أنا حرفضها أو حكي لا بعدين ومش وقتها وكذا، الدماغ راح يبطل يجيب لك أفكار، راح يحكي أنا كل ما اقترح عليه فكرة بحكي لي إنه هاي لا وهي كذا، فبصير خايف الدماغ إنه ترفض أفكاره فبيبطل يقترح. لكن لما أنا كل فكرة في مرحلة الزراعة بسجلها، الدماغ بيضل يتحفز ويتشجع إنه يضل يستمر في تدفق الأفكار. لكن إذا ما وقف، إذا أنت وقفت عن يعني عاندته بفكرة وفكرتين ثلاثة خلاص بيحرد، بيلم أوراقه وبيهرب، يعني بقول لك أنت بدك يعني مش مالي عينك، أنا كل ما أديك فكرة ما بتسجلها فخلاص يعني خلي الكبد ينفع، فحيبطل يجيب لك أفكار
حيبطل يجيب لك يعني معلومات وما إلى ذلك. لكن خليه يظل يستمر. أحد الـ يعني المؤتمرات بتحكي عن التفكير الإبداعي، فكان متحدث بيحكي شو بقول، بقول إنه إحنا أول 5 أفكار بتجينا بتكون من القشرة الخارجية للدماغ، وبالتالي القشرة الخارجية للدماغ هذه بتكون تشكلت من خلال الممارسات ومن خلال ما تم برمجته، ما قمنا يعني ببرمجته في السابق، يعني خلال الحياة. على سبيل المثال بدنا نعمل إعلان عن منتج، أول 5 أفكار بتكون كلها أفكار تقليدية، ننزل إعلان بالجريدة، نعمل على نطبع بروشورات ونوزع بالشارع وما إلى ذلك. الفكرة إنه أول 5 أفكار بتكون، بقول لك بعد ال5 أفكار بيبدأ الدماغ يطلع من الكلاكيع المخبية جوا يعني. فمشان هيك أنا طبقت هذا الأمر على مرحلة الزراعة، لكن أنت الآن في مرحلة الزراعة ما ترفض الأفكار. خلينا نحكي الأفكار اللي على السطح قد تكون مش متطورة، مش حديثة، أنت بتفكرها فكرة يعني عبقرية، فبتكون أنت شايفها في فيلم ولا شايفها في إعلان ولا كذا. لكن اصبر شوية، الأفكار الطازة، الأفكار الجديدة راح تأتي بعد ذلك. لكن بداية أدي للدماغ يسرح في مرحلة الزراعة بدون إرشادات، خليه يفرع في كل الأفرع، بعد ذلك راح يبدأ يعطيك أفكار جديدة. بيجي بعد هيك في مرحلة التقليم، لا بصير أنا كده بجلس خريطتي الأولى رسمتها ورتبتها، باخذ راحة كده، بخلي الدماغ يرتاح والأمور تكون طيبة، ببدأ إيش أنقل الأفكار، الفرع الأول، الفرع الثاني، الفرع الثالث، الرابع، وببدأ أطور على حقيبتي، عفوا على خريطتي بشكل أفضل وبشكل جيد. الآن راح ناخذ تمرين سريع نطبق فيه هاي الأمرين. يعني لو حكينا كلمة البطالة، هي كلمة البطالة، دعيت إلى مؤتمر تحكي فيه عن البطالة، بس قالوا لك احكي عن البطالة، فأنت على طول راح تطبق الزراعة، بعدين التقليم، حتيجي تحط البطالة في الزراعة، بعدين حتوديها على التقليم. جيد، لو بدقيقتين للزراعة ودقيقتين للتقليم عملنا هذا التمرين، وبنطلع أيضا لصلاة المغرب وبنرجع على بركة الله. This conference will now be recorded. This conference will now be recorded.
هو كأنه النت فصل من عند الأستاذ محمد وهلا عم بحاول يفوت مرة ثانية. خليني كابتن. اوكي. تمام أستاذ. تمام، بس صورتك مو مبينة، كأنه ما في عندك كهرباء. لا لا، الكاميرا مستخدمة، مش بتاعت اللابتوب، مش هاي. لا ثواني خليها طالع. تمام أوكي، الصوت كتير حلو والشاشة عندك ظاهرة، ما في أي مشكلة. الكاميرا ظاهرة، تمام، أهلا وسهلا بعودتك أستاذنا. حياكم الله، أفضل ما بارك فيك يا. طيب، نظرت طلعت سريعا على الواتساب وما تفضلتم به من رسم كثير رائع وجميل، واضح الفكرة، الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا نوصلها. ممتاز 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 جدا جدا. طيب، مرحلة الزراعة ومرحلة التقليم ليست فقط في استدعاء الأفكار الجديدة، احنا ممكن نستخدمها في أكثر من شيء. يعني لو عندي موضوع في البيت بدي أرتبه، ممكن أعمل تقليم ومن ثم زراعة، عفوا زراعة ومن ثم تقليم. عندي خطة بدي أسويها، بلملم المعلومات في الزراعة، بروح للتقليم برتب. عندي تقرير، عندي يعني موضوع كده، مشكلة أو تحدي بده حل أو كذا، بعمل مرحلة زراعة ومن ثم بروح لحي التقليم. فالعصف الذهني ليس فقط نستخدم في زراعة وتقليم في استدعاء الأفكار الجديدة، لا، أيضا في التعامل مع معطيات ومعلومات موجودة أصلا يعني. الصوت راح أستاذ محمد. أها، نعم. لا الصوت بالنسبة لنا، ما بعرف إذا يمكن من عند حضرتك أستاذنا، الصوت واضح للجميع. نخلي الأخ اللي اشتكى من الصوت يخرج ويدخل تاني بعينه الله، اخرج من البرنامج وارجع تاني. يمكن أتوقع الآن كان عندي مشكلة، إنه أيضا كانت عندي وخرجت وعدت تسجيل فمشي الحال. تمام. الآن من ضمن الأشياء المهمة اللي بنستخدم فيها الخرائط الذهنية حقيقة هي المتابعات اليومية، خاصة للأشخاص اللي عندهم فريق عمل، عندهم أكثر من مهام، أكثر من جهة بيتابعوا معهم. والآن صار الإشي يعني كمان أونلاين، يعني أنت بتتبع أشياء أمامك، ناس موجودين أمامك وناس بعيدين عنك، يعني في من وراء البحار بيشتغلوا معك، بدك تتبعهم، بدك توجههم، بدك تاخذ ردود وما إلى ذلك. فالأمر يحتاج إلى تنظيم ويحتاج إلى ترتيب. مشان هيك أنا بحكي دائما نكون على من أدوات المكتبية اللي عندنا، لا بد تكون دائما حاضرة، اللي هي الأوراق غير المسطرة، اللي هي أوراق الاي 4. وممكن نستخدم الأوراق اللي انطبعت وأصبحنا في عدم حاجة منها. يعني ممكن نرسم على الظهر بتاعها، على ظهر الورقة بتاعتها. هذا بداية إنه مكتب يكون فيه ورق اي 4. تمام. أيضا غرفة مكتبي يكون فيها سبورة، يعني أنا أفرجيكم مكتب، سبورة كبيرة جدا في غرفة المكتب. هاي الخرائط حاضر. هاي سبورة كبيرة يعني طول اللوح، طول عفوا الحيط في غرفة المكتب، بتساعدك في شغلك، بتساعدك في كذا. والسبورة يعني ثمن بخس دراهم معدودة، يعني مش مرتفع سعر كثير. فالمكتب خلينا نحكي العصري اللي يستخدم الخرائط لابد يكون في على موجودة على أوراق غير مسطرة، ولابد أن يكون موجود السبورة. السبورة حتى بنستخدمها في الأشياء، المشروعات الكبيرة، الأشياء بين هلالين معقدة شوية. ليش؟ بتعطينا مساحة كبيرة، بياض كبير، نكتب الأقلام الوايت بورد.
وبنخربش وبنحط كل افكارنا. حتى سبحان الله المساحه البيضاء كذا اللي امام نظريك تديك يعني اشياء كذا تنطلق في مرحله الزراعه. فالمكتب وخذوها من تجربه، يعني انه جيد كثير يكون في سبوره كبيره وايضا الاوراق غير المسطره. طيب الان احنا عندنا قلنا الخرائط، ابدا من المنتصف، حدد المسارات واستمر الافكار. انا في عملي في مسارات، في مسار داخل المؤسسه، في مسار خارج المؤسسه، المؤسسه ايضا في الداخل في اكثر من مسار، علاقات عامه، تخطيط، وفي تطوير، وفي اجتماعات، وفي متابعات يوميه، في اكثر من شغله. فانا ايضا هذا الامر بدي كل يوم انا عندي هاي المسارات، كيف بدي احدث توازن فيها وكيف بدي انجز على الاصل. حتى اللي ما بيشتغل، حتى الطالب دراسات العليا او الجامعه عنده ايضا مسارات، عنده مواد، عنده ترتيبات معينه، لا بيحتاج انه يرتب. فبتكون الخرائط حاضره وبقوه في هذا الامر، انها بتساعدنا انه احنا نحدد هاي المسارات. يعني ابدا من اللي قلنا اليوم، بعدين بحدد المسار. المسارات هنا بنقسمها في المتابعات اليومية، بنحددها في المسارات، المسارات هنا بنحددها بناء على المجال أو الأفراد، بيمشي الحال. يعني المجال، العلاقات العامة، بنفرع شو بدنا منهم، التخطيط بنفرع بعدين قراءة التفكير، بعدين بدي احكي عن التحصيل العلمي والميول بقول لك العلمي. اول شيء المتغيرات يا اسماء، تحصيل مالهم. علمي وميول علميه، مش هيك اللي عنده ميول بصير تحصيل، صح ولا لا؟ يعني قصدك غير نقول واحد اللي عنده مش اللي قصدي تحصيله انا عالي. اللي عنده ميول علميه مش اكيد درجاته حتزيد. يعني احكي بالاول عن الميول العلميه قصدك؟ لا انا قصدي انت خلصتي كله وعملتي دراسات؟ لا لسه لسه لسه، قصدي انا قصدي المتغيرين يعني مش مرتبطات مع بعض كتير. استاذه ليندا يعني استاذه ليندا، يا ليندا في دخيل لأن على القاعة. طيب نرجع لموضوعنا. اللي هو المجالات اليومية، قلنا المجال، الصوت واضح للجميع؟ لا يبدو لي غلط يا بسام. ليندا مضطرين انه احنا نقابل ولي امرك يعني، فتحضر ولي امرك المرة الجاية عشان نحكي له انه بنتك مشاكسة. طيب الآن بنحكي إنه المسارات اليومية اللي أنا بدي أتبع فيها، بدي أتخيل حالي أنا جالس هي مكتبي في منتصف الدائرة. تخيل التالي، بتصير خريطة 3D. بتخيل حالي جالس في منتصف الخارطة بمكتبي بمتابعاتي وكذا، أنا في منتصف الخريطة وتطلع مني أفرع، تطلع من مكتبي أفرع. هاي هي الخارطة، إنه أنا بدي أتبع مع خط التسويق، بدي أتبع مع خط الإنتاج، بدي أتبع مع خط العلاقات العامة، بدي أتبع مع الجهات الحكومية وما إلى ذلك. فأنا بدي أتخيل مكتبي مثل الأخطبوط، أنا في منتصف وطالع مني أفرع، الأفرع هاي بدي أتبعها يوم أنا بدخل مكتبي جالس في هاي الأخطبوط يعني. وبالتالي بدي احدد المسارات، انا هذا المسار شو بدي منه انا شغل، هذا المسار انا شو بدي منه انا شغل، وما الى ذلك. فبيلزم اول حاجه اشوفها عند جلوسي على مكتبي، خاصه 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 اذا كان عندي متابعات كثيره، هي الخارطه.
إنه أنا شو بدي أتابع، شو بأي المسارات بدي أمشي فيها. لأنه لو أنا ما كانت عندي هاي الخارطة يا كرام، فحتصير عندي خانة مهم وعاجل تأكل لي أكل، يعني أصير عايش في بس بطفي حرائق في أزمات. لكن لما تكون عندي هاي المسارات واضحة، لا بعرف إنه هذا المسار إحنا لوين وصلنا، وهذا المسار لوين وصلنا فيه، وهذا في تأخير، هذا في تقديم، وما إلى ذلك. فأول حاجة بتكون على مكتبي هي الخارطة دي. هل هذا بيلغي قائمة تو دو ليست؟ خليني أحكي لكم إنه قائمة تو دو ليست يعني جيدة ورائعة وممتازة، لكن أصبحت زي ما بيقولوا يعني فيرجن قديم، إصدار قديم، في أحدث منه، وهي الشبكة أو هي الخارطة. إنه هي التو دو ليست قلنا تتعامل بالقوائم، وقلنا الدماغ ما بيحبش القوائم. ليش ما بيحبش القوائم؟ لأنها تختلف عن طريقة تفكير وعمل. لكن أنا لما أحط أنا لي خارطة ذهنية، فأنا مثل اللي ماشي كده وبيمد أذرعه، له 50 ذراع بيتبع هذا المسار، وخمسين عين بتبع شايف هذا المسار، وخمسين عقل بيتبع كل مسار من هاي المسار. فأول حاجة بدها تكون على مكتبي هي الخارطة الذهنية في الصباح، أتبع سواء حبيت إنها تكون بالمجال كتير ممتاز، حبيت تكون أفراد، وخاصة لو أنا كنت بقود فريق عمل برضو كتير ممتاز ورائع. كل يوم بتبع مع الفرد شو لوين وصلت ولوين كذا، لو بتبع مع جهات أخرى أيضا كذلك. فالمتابعة اليومية بتكون إنه ابدأ من المنتصف، هي المتابعات اليومية، حدد المسارات وفق المجال، وابدأ استمطر الأفكار. شو هنا أنا مش راح استمطر أفكار، راح أحط المهام، والمهمه اللي بتخلص بنشطبها، والمهمه اللي ضايله بنتبعها. صار تطور على المهمه بنفرع اكثر. طبعا في ناس بتحكي انه طب انا كل يوم بدي ارسم بايدي، وانا يعني مش كثير اصحاب انا والقلم، خاصه في موضوع التكنولوجيا الموجوده الان كله بالالكتروني وما الى ذلك. حتى الواحد خطه صار زي خط الدكاتره، يعني ما بينفهم من موضوع انه بطل يكتب زي زمان. بنقول له ماشي، ما في مشكلة، احنا الآن راح نعطي تطبيق كيف ترسم خرائط على الموبايل، كيف ترسم خرائط على الحاسوب، ما مشكلة. بس أنا الفكرة إنه احنا ليش نستخدم الخرائط في إدارة المهام اليومية؟ فإذا أنا بقسمها بناء على المجال أو بناء على الأفراد. أي سؤال لهذه النقطة يا كرام؟ لو في سؤال احنا جاهزين قبل ما نروح لموضوع التخطيط. لا استاذ، ما حد عنده اي سؤال، تفضل. تمام. طيب نروح للنقطة الثانية اللي هي كيف نستخدم يا كرام الخرائط الذهنية في التخطيط. وانا بنحكي في التخطيط سواء كان كبير سواء كان صغير، سواء كان يعني على المستوى الشخصي، على مستوى الأسرة، على مستوى المنظمة، على مستوى المؤسسة، على مستوى المستقبل، يعني أيا كان هذا التخطيط. سبحان الله، من استخدامي لهذه الخرائط وجدت أنها أسهل ما تكون، يعني أفضل ما تكون تستخدم فيها التخطيط. بتوفر كثير وقت وكثير جهد، وبترتب الأفكار بشكل كبير وكبير جدا، وبتخلي الإنسان منجز. وخلتني كده يعني أطلع بقاعدة، أو يعني نسميها قاعدة الدوائر الثلاثة في التخطيط. كيف إنها، كيف إنه أنا إيش مكان هاي المطلوب مني أخطط؟ بس ما فهمت شوي أستاذ، بس ما فهمت أول من شوي، أنا ما فهمت، بس لو بتعيد دوائر التخطيط الثلاث، بس لو بتعيد أستاذ لو سمحت. لسه ما حكينا فيها يا أختي، الله يبارك فيك. لسه ما حكينا فيها، لسه بنشرح في المصطلح، لسه ما حكينا فيها، هسه راح نشرح ان شاء الله، خليك معنا. فبنحكي عن دوائر التخطيط الثلاثة يا كرام. من استخدامي للخرائط في التخطيط اهتديت الى انه يكون عندنا دوائر تخطيط ثلاث. ايا كان الموضوع اللي انا بدي اخطط له، فانا ممكن استخدم الدوائر الثلاثه هاي في التخطيط. والامر بالتالي بهذا الشكل. لكن قبل ان نعطي هذا الامر، خلينا نسمع الصلاه على رسول الله. ادفعوا ثمن هذا الشرح بالصلاه على رسول الله صلى الله وبارك على محمد.
الآن عندنا الدوائر الثلاثة يا كرام بهذا الشكل. أول ما أجي يطلب مني موضوع أخططه، أول ما يطلب مني أخطط لابد أن تحضر لدي هذه الدوائر، أرسمها كده على جنب بعدين أروح أرسم الخريطة. هاي الدوائر بهذا الشكل، أعمل دائرة واحد اثنين ثلاثة، أبدأ واحد اثنين ثلاثة. الدائرة الأولى عنوانها الرؤية، الدائرة الثانية الأنشطة، الدائرة الثالثة الأفراد، الرؤية، بعدين الأنشطة، بعدين الأفراد. شو يعني الرؤية؟ خلينا نحكي هنا قصة قبل ما نحكي عن موضوع الرؤية. الآن يا كرام عقل الإنسان بيشتغل بهذا الشكل التالي، بيشوف الصورة الكلية بعدين بروح على التفاصيل. يعني تخيل معاي أنا مسكنا واحد من الشباب كده ودخلناه في غرفة 30 ثانية وسحبناه مباشرة، حكينا له شو شفت بالغرفة، فراح يحكي الأشياء الكبيرة الواضحة. لو في شاشة عرض كبيرة راح يحكي شاشة عرض، لو في ستائر راح يحكي ستائر كده. لو حكينا له كم فيشة كهرباء في أو مقبس كهرباء في الغرفة أو مفتاح كهرباء حسب يعني اللهجات واللكنات العربية المختلفة، فراح يحكي أنا ما لاحظت إنه كم عدد لأنه أنا ما ركزت ما شفت، لأنه هذا المقبس أو المفتاح أو كذا من الأشياء التفصيلية، أنا شفت الأشياء الكبيرة العامة يعني. فلو دخلناه بعد هيك لمدة مش 20 ثانية 10 ثواني دخلناه الغرفة وطلعناه ما راح يركز ويفكر إلا في المفاتيح، من خلص المخ صار عنده أمر مسبق إنه أنت بس تطلع على المفاتيح. شو هذا يا كرام؟ ليش بنحكي هيك؟ وشو يعني مناسبة هي القصة؟ الفكرة يا كرام إنه الدماغ بيحب الصور الكاملة بتفاعل معها بعدين بروح للتفاصيل، وهذا الشيء اللي احنا بنغلط فيه لما بنيجي نخطط. احنا بنبدا بالتفاصيل بعدين بنروح للصوره الكامله، فبتطلع الصوره عندنا مشوهه. بالله عليكم كم مره رحنا رحله ونسينا في الاخر نجيب الفحم معانا، ولا نجيب عده الطعام الصحون مثلا او كذا، او نسينا حتى نعزم شخص كان المفروض نعزمه. بدينا نخطط بدينا بالتفاصيل، فلما اكتملت الصوره كان فيها خلل. فهان الفكره انه احنا نشوف الصوره النهائيه، احسنت يا غدير، بعدين نرجع برجوع للخلف. اذا انا بدايه اول ما اخطط بدي اشوف الصوره النهائيه للامر بتاعي. يعني انا بدي اخطط الان للاحتفال، فاتخيل في دماغي صوره 3D للاحتفال بشكله النهائي. انا متخيل انه في بوستر كبير وفي طاوله كذا للمدعوين، امامها زهور، في مايك مثلا، وفي زجاجات من الماء، وفي كراسي مرتبه، في عريس بالحفل واقف، تمام، في لجنه بتستقبل الناس وبتدخلهم، في بروشور موزع على الحضور، في كاميرات بتصور الحدث، في تغطيه اعلاميه، في برنامج، ناس مين بده يحكي كلمة المؤسسة، مين بده يحكي كلمة الحفل وما إلى ذلك. أتخيل الصورة النهائية وبعد ذلك أرجع للخطوة الثانية اللي هي الأنشطة. إذا الصورة النهائية أنا أتخيل الأمر بشكله النهائي بأفضل شكل ممكن،
كيف انا حابب يخرج هذا الامر اللي انا مخطط له. طب حتى لو بدي اخطط لنفسي، طبعا لو بدك تخطط لنفسك، تخيل نفسك ان احنا اليوم في 2019، تخيل نفسك في 2029 بعد 10 سنوات، شو السياره اللي انت لازم، شو السياره اللي عندك، البيت اللي بتسكن فيه، المهنه اللي انت بتشتغل فيها، اولادك كيف شكلهم، اسرتك كيف شكلها، المنطقه اللي بتسكن فيها كيف شكلها، شكل الحساب البنكي بتاعك، علاقتك بالله عز وجل كيف شكلها. ابدا اتخيل هذا الامر، ومن ثم بنرجع برجوع كيف نحقق هذا الموضوع. لكن الامر اللي احنا بنقع فيه قلنا التفاصيل. شوفوا حبيبكم النبي صلى الله عليه واله وسلم في معركه، في غزوه الاحزاب، الله اكبر اوتيت مفاتيح كسرى، الله اكبر اوتيت مفاتيح قيصر. ناس تاخذ انه هذا نبي ملهم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وانه كذا، وبيحفز المسلمين وما الى ذلك. جميل ورائع، لك شوف الصوره الكامله انه هذا الدين سينتشر حتى نصل الى كسرى وقيصر وما الى ذلك. الصوره الكامله لانتشار هذا الدين. واحنا قاعدين، احدهم كان يقول من ضعف النفوس انه الواحد لا يامن ان يقضي حاجته ونبيه يحدثنا بمفاتيح كسرى وقيصر. الفكره هنا انك اول حاجه تبدا تخطط، تطلع على الشكل الكامل، بعدين ارجع برجوع. بالضبط بالضبط، الصوره الكامله بتساعدنا انه احنا نعرف نتعرف على التفاصيل بشكل افضل. الان لما انا اطلع على التفاصيل، ايش مطلوب مني؟ مطلوب مني بهذه المرحله، مرحله الزراعه، أسجل كل حاجة أنا شفتها. يعني شفت منصة، أكتب منصة، إيش على المنصة؟ 1 2 3. شفت تصوير، إيش يعني تصوير؟ وكالات إعلام، تصوير للمؤسسة، تصوير فوتو، تصوير فيديو، فريق كذا. شفت استقبال، إيش استقبال؟ ناس بتوزع مثلاً بطاقات، ناس بترحب في 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 في, في الضيوف، ناس بتجلس الضيوف في أماكن. شفت هنا في مدعوين مشاركين من خارج المؤسسة ومن داخلها وشركاء من دول أخرى وكذا. أطلع على أنا إيش شايف وأكتب. أنا إيش بتخيل؟ أنا بتخيل حالي في 2029، الزراعة 2029، وفرع صحتي كيف شكلها، قضيت على السكر، وزني مثالي، ما عنديش اي امراض مثلا مزمنه، عندي سياره ايش شكلها ولونها وطعمها، عندي بيت وكذا، اولادي لوين وصلوا بالاعلام، وصلوا بالتربيه وبالسلوك وما الى ذلك. اذا الرؤيه يا كرام بداية، شوف الشكل، شوف المنظر بشكل كأنك جالس كده فوق جبل والأحداث تحتيك بتجري. بعد ذلك، بعد ما خلص موضوع الرؤية، خلينا نغير لون القلم عشان الشرح. بعد ما خلص الرؤية ويعني تخيلها 3D هيك كامل كل الأنشطة، أروح لموضوع الأنشطة. شو يعني الأنشطة؟ أبدأ أجمع الأنشطة المتشابهة. يعني أقول والله عندي الإعلام، نشاط الإعلام، إيش مطلوب منه؟ 1 2 3 4. اللوجستيات، إيش مطلوب منها؟ 1 2 3 4. العلاقات العامة، العلاقات العامة خلينا نسميها، مين الناس بدها تدعو الناس، إيش وظيفتهم، البروتوكول إيش وظيفته، وهكذا. أقسم الأشياء اللي أنا شفتها إلى أنشطة بناء على الشيء المتشابه. يعني أشياء لها علاقة بالدعم اللوجستي أجمعهم كلهم، أشياء لها علاقة بالإعلام أجمعهم كلهم، أشياء لها علاقة بالتواصل والاتصال الفعال أجمعهم كلهم، وهكذا. بحول الصورة الكاملة، بشرحها إلى إيش؟ إلى تخصصات، إلى مجالات. الآن صار عندي المجالات واضحة، الصورة واضحة، الأنشطة المطلوبة في كل مجال واضحة. صار سهل جدا 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 إنه نروح الخطوة الأخيرة، وهي إيش؟ وهي إنه إحنا نوزع المهام على الأفراد.
بروح بجيب الناس اللي بدها تشارك معي في الفعاليه او بانجاز الامر فريق العمل، وبدعوه الى عشاء فاخر. دائما بحكي انا لما بدك تجمع الناس اجمعهم على مأدبه الطعام، زي ما بقولوا الطريق الى قلب الرجل وعقله يمر عبر معدته. فلما تقول اجتماع عمل يعني مش تفاعل، مش حيجيب لايكات كتير، لكن قول غداء عمل حيجيب لايكات خير الله يعني. فدائما نجيبه للافراد يعني يقول له عشاء عمل او غداء عمل، بيجوا طبعا متحمسين جدا، بنقدم لهم غداء العمل، بعدين بنشرح لهم نقول لهم احنا حنعمل فعاليه 1 2 3، وانا بقترح فلان يمسك الاعلام، وفلان يمسك اللوجستيات، وفلان يمسك التواصل الفعال، وفلان يمسك يعني التنظيم والامن او ما الى ذلك. تمام، ومفافق هي المهام المطلوبه منك، كنا عاملين له خريطه في كل المهام المطلوبه منه، 1 2 3 4 5، هذا انت بدك تعمله، وهذا انت بدك تعمله، وهذا انت بدك تعمله. فهو بصير كل واحد محدد ايش مطلوب منه. انا عرفت لما مين اتابع. ممتاز. فكل واحد عارف ايش بده يعمل. انا عارف كمنظم للاعضاء للخطه عارف مع مين اتابع، مش تايه، مش ضايعه مني الامور، وانا كل واحد عارف انا شو بده يساوي، وهيك بتكون الامور تيسرت وصارت سهله في المتابعه والاشراف وما الى ذلك. سواء كنت اللي بدك تنظم حدث، بدك تنظم فعالية، بدك تدير فريق عمل لإنجاز مهمة معينة أو ما إلى ذلك، الثلاث دوائر هاي راح تساعدك بشكل كبير وكبير جدا 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 في التخطيط. أي سؤال في هذه النقطة حتى قبل ما ننتقل للنقطة التالية؟ لا يوجد أسئلة. ما في أي شيء أستاذ، شباب عم بقول الصورة الكاملة، ثم توزيع المجال، ثم توزيع الأفراد، بس عم بقول أنا لوجستيات بعتبر لوجستي. جزاك الله خيرا، ما في أي شيء. السلام عليكم، بس بدي أسأل يعني هاي الدوائر الثلاث، يعني انت اللي ذكرته على مستوى مثلا عمل في مؤسسات او احتفالات او غيره، طب يعني هل يمكن تطبيق هذه الدوائر في ابسط امور الحياه يعني اليوميه في داخل البيت بغض النظر عن خارجه؟ يعني هي ممكن الدوائر الثلاث هاي بتحكي عن خطه لتنفيذ عمل منظم، مش لمتابعات يعني خلينا نحكي يومية يوم نتعامل فيها، وإن كانت المتابعات اليومية ممكن تدخل ضمن تحقيق هاي الرؤية. إحنا قلنا حكينا في المتابعات بداية إنه إحنا الآن المتابعات اليومية بنحدد مسارات، يوم إحنا إلنا عندنا مسارات بنمشي فيها في الأسرة، حتى في الأسرة يعني نحكي عندنا مسار العناية بالأبناء والعناية بالبيت مثلا والعناية بأنفسنا، هاي 3 مسارات بيحتاجوا ان احنا نتابعهم، وهي انجزت هي ما انجزت هيك. بيستخدم الرؤيه والانشطه والافراد ممكن بالاشياء اللي يعني بنحكي عن خطه لسنه لست شهور لو لشيء طويل، لكن المتابعات اليوميه هي متابعات يوميه باعتبار الاشياء اليوميه هي مع المتابعات مسارات تحدد وبننطلق فيها، لكن هاي ممكن الإنسان يطبقها على نفسه، هو شايف حاله بعد سنة سنتين 3 سنوات 4 سنوات كيف شكله. بتوقع أفضل بالرؤية أوسع، لكن الأشياء اليومية في المتابعات اليومية بتكون أفضل، يعني ناخذ خريطة المتابعات اليومية بتكون أفضل من دوائر التخطيط الثلاث. أي سؤال آخر؟ يعني حتى انه المتابعات اليوميه بتدخل بالروتين يعني بالاشياء المكرره، و 90% او عفوا 50% من حياتنا روتين مكرر. طيب ننتقل على بركه الله
للنقطة الثانية، عفوا التالية، وكيف أستخدم الخرائط في التخطيط. الآن الدوائر الثلاث هاي بتحكي عن الإطار العام إنه كيف أخطط. الآن بدنا نيجي للتفاصيل، كيف أخطط؟ راح ناخذ خطة لحدث ما وخطة شخصية، لو أنا بدي أعمل خطة شخصية أو خطة لحدث ما أو حتى خطة أسبوعية وما إلى ذلك. نيجي بداية للخطة الشهرية، الخطة الشخصية، أنا كيف أضع خطة شخصية لحياتي باستخدام الخرائط. بداية ببدأ من المنتصف، الخطوات الثلاثة حفظناها خلاص يعني. باجي بحط هان الخطة اللي أنا بدي أضعها سنوية مثلا لسنة 2019، وفي فيديو أنا شرحته في هذا الموضوع راح أحطه معكم بالمجموعة إن شاء الله بعد نهاية الدورة. حطيته في بداية العام كيف تضع خطة ل 2019، راح إن شاء الله رب العالمين نشارككم. لكن خلينا نحكي بما إنه وصلنا في نص ال 2019، ممكن نعمل خطة ل 2019 2020 بهذا الشكل، من شهر 9 لشهر 9 سنة كاملة. الآن أنا حددت الخطة اللي أنا بدي أعملها سنوية، بدي أحدد المسارات اللي راح أضع بناء عليها الخطة، أو يعني مسارات خطتي على النحو التالي. خطتي تتكون من عدة مسارات، هي المسارات السبعة زي ما بيقولوا المشهورة، أو يعني تمشي فيها حياتي. أول الجانب الروحاني أو علاقتي بالله عز وجل، بعدين الجانب الصحي، بعدين الجانب الأسري الشخصي، بعدين المهني المالي والاجتماعي، ونعتذر لقساوة المشهد يعني والرسم. الآن طب احنا زيد لو بدينا صفحة بيضاء أحسن، بقرأ الآن. أنا حددت السبعة مسارات اللي أنا حياتي بتمشي فيها. طبعاً هاي طبعاً اللي حابب يستزيد أكثر في هذا الموضوع، في فيديوهات بتحكي عن عجلة الحياة، كيف الواحد يحقق هاي التوازن، حتى في نوت تنباع بالسوق كيف تحقق هذا التوازن في حياتك. فعجلة الحياة مكونة من سبعة مسارات. الجانب قلنا الروحاني وعلاقتي بالله عز وجل، الجانب الصحي، وأنا دائما بحط الجانب الصحي بعد الروحاني مباشرة. ليش؟ لأنه الإنسان بدون صحته يعني راح كتير يتعب، فعلاقتي بالله عز وجل، بعدين صحتي، لأنه إذا أنا بدي أمشي بأي مسار تالي مسارات تانية لازم تكون صحتي جيدة. حتى علاقتي بالله عز وجل تطلب أن يكون صحتي جيدة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. بعدين الجانب الشخصي الأسري، بعدين المهني، بعدين الاجتماعي، بعدين المالي. وباجي ناخذ كده لمسة سريعة على كل محور. الجانب الروحي، في عندنا سنن، أو عفوا فرائض وسنن، حط الفرائض قبل. فرائض وسنن، ايش الفرائض اللي انا بدي احاسب نفسي عليها طول السنه انه لازم اعملها، وايش السنن اللي مكمله ومدعمه لهذا الامر. هاي فرعين. في الجانب الصحي عندي اساسيات يعني لا يمكن تنازل عنها، وخلينا نحكي اضافات بتحسن الصحه وتطورها، بتجود العمل، بتجود صحتي. اساسيات شرب الماء، ممارسه الرياضه، يعني الطعام الصحي، واحدد النقاط اللي انا بدي راح التزم عليها وانضبط عليها. الاضافات انه امارس مثلا كرة القدم مرتين في الاسبوع، اسجل في نادي لكمال الاجسام وكذا، بتحسن الصحة، لكن هي مش اساسية انه هي لو اجت بكون بركة يعني. بدي الجانب الشخصي، الجانب الشخصي هنا عندي الانسان زي ما يقولوا عقل وروح.
كيف أطور عقلي وكيف أطور هاي اسمه بهاي الروح من خلال يعني الأنشطة، من خلال القراءة، التفكر، أيا كان، والعقل كيف أطور في هذا العقل؟ من خلال القراءة، المشاهدة، التدريب، التطوير، السفر، غيره. فبحط أنا العقل هذا. الجانب الأسري نبدأ الوالدين، الزوجة والأبناء، الإخوة والجيران وما إلى ذلك، بفصل في هذا الجانب. كل جانب أنا إيش راح يكون ضمن خطتي أنشطة وإجراءات بهذا الخصوص. ما أجي إلى المهني، هل أنا راح أضل في هذا الأمر ولا حطلع لوظيفة ثانية ولا حترقى ولا كذا، بحط في الجانب المهني كل أدرى بمهنته. الجانب الاجتماعي طبعا يعني تحت سماء وفوق أرض تتعامل مع هذا المجتمع، لابد أن تخدمه. يعني هذا المجتمع موفر لك سماء تحميك وأرض تمشي عليها، لابد أن تخدم هذا المجتمع. وبالتالي أنا بيكون شو أنشطة اجتماعية، بدي أتطوع في مؤسسة، بدي أنظم مبادرة معينة، بدي أقوم بأعمال تطوعية خيرية وما إلى ذلك تخدم هذا المجتمع. الجانب المالي طبعا استثمار والتزامات، نقطتين، الاستثمار أو الرصيد المالي بده يزيد والديون أو الالتزامات بدها تقل. فبروح للالتزامات إيش علي وكيف أنا بدي أقلل منها، والاستثمار أو الأموال اللي أنا مخبيها للزمن كيف بدي أزيدها وكيف بدي أنميها. فهاي الخطة تقريبا اللي هي الشخصية. ابدأ من المنتصف، ممكن نسميها كذا اسم الخطة. دائما حتى احنا في تعاملنا مع الاحتلال الصهيوني دائما كل معركة من معارككم بيسموها اسم، يعني كان يسموه الجرف الصامد او كذا. فجيد الواحد يتعلم من اعدائه، فاحنا جيد الواحد كل خطة يكون لها اسم. انا عندي في الشغل كل خطة لها اسم، يعني في خطة اسمها حزام الأمان، في خطة اسمها حصان طروادة، وفي خطة يعني لسه بنشتغل عليها كذا، لسه ما سميناها يعني. فالخطط جيدة وكانت لها أسماء بيكون كتير ممتاز، وبتسهل في الدماغ يتواصل معها وما إلى ذلك. فهاي الخطة الشخصية بداية إنه أنا بحط لها شعار وببدأ أفرع في السبع مسارات. بنروح بعد هيك غزير عزيز، كيف انت الموضوع؟ لو سمحت السكري اذا انت عندك اي سؤال. تفضل استاذ محمد، سكرت غدير. تمام. والله يا ريت، يعني هلا في مهيرة عم تقول من العنوان ممكن نفهم ايش هو موجود جوا الخطة. فسؤالي لإلك، يعني بعتذر اذا راح نقول امور شخصية فيك تقول لا، يعني مثل مثلا الخطة الذهنية كنت كاتبة حصان طروادة، كانت عم تحكي عن ايش مثلا؟ اها تمام. لا ما في مشكلة، ما في مشكلة. الآن نعرف إحنا قصة حصان طروادة هي قصة تاريخية أو يعني من الأساطير، ممكن تكون إنه كيف اقتحموا حصن منيع استعصى عليهم بأنهم وضع حصان خشبي ضخم، حاصروا بتوقع إحدى المعارك الرومانية، حاصروا قلعة فترة طويلة من الزمن. فالناس المحاصرين المدينة هذول استعصت إنهم يقتحموها، فراحوا جابوا حصان ضخم خشبي، دخلوا الجنود فيهم بالليل وأخفوا السفن وأخفوا كل شيء. فالقلعة هاي لما صحيت الصبح وجدت أنه في حصان طروادة، حصان موجود خشبي، فدخلوه سحبوه ودخلوه جوا القلعة تبعتهم. فلما دخلوه جوا القلعة تبعتهم فنزلوا الجنود منه وقضوا على المدينة هذه واحتلوها. ف
فكرة بحصان طروادة أنه خطة هجومية كانت، هم كانوا عندهم مشاكل كثيرة، يا ينسحبوا يا يظلوا مستمرين، فاهتدوا لهذه الفكرة أنهم يدخلوا الحصان جوا، في هذه الفكرة من هلالين الجديدة المبتكرة، أنهم يدخلوا هذا الحصان جوا القلعة ويحتلوه. إحنا سمينا هذه الخطة حصان طروادة، هي كان عندنا سوق في إحدى الدول العربية، يعني مش مغلبنا شوية في دخوله في خدماتنا كشركة سلايد للحقائب التدريبية. فوضعنا خطة كيف نخترق هذا السوق، يعني من خلال هاي الإجراءات يعني، وسمينا هاي الخطة حصان طروادة تيمنا بين هلالين للمدينة اللي تمت يعني فيها هذا الأمر يعني، أو القصة الأسطورية. فهي الفكرة إنه فعلا هو الاسم بدل على الإجراء أو الخطة اللي أنت عاملها، أو الخطة اللي أنت مسويها. هو لهذا الاسم كمان بيكون له علاقة، يعني بدي أحكي إنه أنت حابه، يعني لو في بينك وبينه هيك يعني كيمياء أو شيء، حتى إنه كل ما تتذكره وكل ما تذكر هاي الاسم يخليك تتفاعل بشكل إيجابي هاي معه. طيب الآن عندنا ما بعرفش، يبدو لي أنا محيتها بالغلط الخطة، التخطيط الشخصي، لكن الأمر تقريبا واضح صار، إنك تحدد المسارات وبتبدأ تفرع فيهم كيف ما بدك. طبعا خطة سنوية بدهاش ورقة صغيرة، بدها ورقة كبيرة، بدها سبورة، بدها برنامج إلكتروني يرسمها، حتى يعني زي ما بيقولوا أسرح مع نفسي وأسرح مع التفكير، الأفكار اللي فيه. لكن مشكلة صغيرة بيمشي ورق A4 أو A5 بيمشي الحال. كل ما تعقد الأمر، كل ما كبر، كبر الورقة، كبر السبورة. ليش نكبر الورقة؟ حتى تاخذ راحتك باستمطار الافكار، حتى تاخذ راحتك في التعامل والتعاطي مع الافرع الخطه، وبالتالي بيعمل الخطه لا سنويه لنفسه، بتوقع بافضل انه يعملها على سبوره مش على يعني ورقه صغيره وما الى ذلك. وان شاء الله رب العالمين حيشوف شو خرائط انا رسمتها في هذا الموضوع، يعني ما سمح بنشره، يعني نبعث لكم اياها على المجموعه توضح الامر بشكل افضل ان شاء الله رب العالمين. طيب احنا الان بنحكي عن التخطيط الشخصي. التخطيط الاسبوعي انه اعمل خطه لاسبوع، نفس الحاجه، بس المسارات شو بتكون هان يا كرام؟ المسارات بتكون الايام، يعني انا بدي ابدا هان بعمل خطه لاسبوع مثلا يوم الجمعه، وبتكون الايام شو مالها؟ هي المسارات، السبت، الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس وما الى ذلك. ببدا فين؟ يوم الجمعه مثلا، او بعد يمكن في الاتراك بيبدوا، تركيا بتبدا الاسبوع عندكم الاحد اعتقد، مش السبت يعني. بتتذكر نبلش الأيام يوم الاثنين. اوكي، اه بالضبط، يعني الاسبوع بيبدا، انا قبل ما يبدا الاسبوع عندي برتب المسارات بتاعتي، وبصير كل يوم اسقط فيه المهام، اسقط فيه الاشياء اللي انا بدي اسويها او بدي انجزها. ولو مشروع عندي مثلا لازم، او مهمه لازم اخلصها خلال اسبوع، بوزع المهام على الايام. اليوم الاول راح نشتغل 1 2 3، بحط المهمه وبحط الشخص اللي راح يكون فيها، وهكذا. انه بصير عندي اخر الاسبوع انا ماشي يوم يوم متبع كيف المهمة هذه راح تنجاز خلال الأسبوع. أيضا آخر نقطة في التخطيط اللي هي التخطيط لحدث ما. التخطيط لحدث ما، أول حاجة بيبدأ في المنتصف اللي هو عنوان الحدث، اللي هي المهمة أو الحدث عنوانه مؤتمر، فعالية وما إلى ذلك في المنتصف. بعدين بحدد المسارات الرئيسية. المسار الأول بيكون إجابة لسؤال لماذا؟ مفاتيح المعرفة السبعة، اللي هي لماذا وماذا وكيف ومتى وأين ومن وكم. فأول سؤال بيكون عندي إيش؟ لماذا؟ لماذا تجاوب على أي، على شو يا كرام؟ على ماذا تجيب؟ لماذا؟ بتجاوب على الهدف. الهدف من الفعالية، والله الهدف من الفعالية هو أحسنت يا غدير،
طبعا غدير الكرام هي مسؤولة العلاقات العامة والتسويق في أو خدمة العملاء والتسويق في شركة سلايد للحقائب التدريبية، ومن أكثر الناس تطبيقا للخرائط الذهنية في حياته. فنشكر تفاعلها وحضورها للقاء. الهدف من اللقاء أو الهدف من الملتقى، الهدف من يعني حضور أو تنظيم هذا الأمر بيكون أول بند أو أول فرع. طب ليش الهدف؟ لأنه كل الأفرع الثانية بدها تنتظم بناء على هذا الهدف، إنه أنا ليش أنا أنظم فعالية؟ وبالتالي كل الأهداف الثانية راح، عفوا، كل الإجراءات الثانية راح تترتب لتحقيق هذا الهدف. هذه نقطة. نقطة ثانية، إنه ما في خطة بدون هدف، وما في خريطة بدون هدف. يعني ما فيش حد بيرسم كذا خارطة ذهنية ترف فكري، يعني مش لاقي شغلة فبروح برسم خريطة. لازم يكون لي هدف. فأول فرع بيكون لماذا؟ لما يجي واحد يقول لك بدنا نعمل فعالية وكذا، ليش؟ ما هو العائد على تنظيمها، من تنظيم هذه الفعالية؟ هذا بداية. إذا لماذا لابد أن تكون بداية حاضر. النقطة الثانية، بعد لماذا من؟ ومن هنا بتجاوب على سؤالين. السؤال الأول فريق العمل والمستهدفين، إحنا مين راح نستهدف في هذه الفعالية؟ فريق العمل بحدده بناء على المجال والاسم، بكون راسم قبلها دوائر التخطيط الثلاث. يعني بكون راسم خطوات دوائر التخطيط الثلاث، بعدين باجي فريق العمل. فريق العمل هان بيطلع منه المجال، بعدين بيجي مين الشخص اللي حيتولى الحوار هذا. فريق العمل، المجال، والحوار والشخص، يعني بيجي هان المجال العمل. بالضبط، أحسنت أحسنت يا بشار. مين اللي حيحقق الهدف ومين اللي احنا راح نستهدفه في الموضوع هذا كله؟ فريق العمل بيتقسم، قلنا، للمجال فريق العمل، الإعلام فلان، اللوجستيات فلان، التواصل فلان، البروتوكول فلان، وهكذا، التخطيط فلان، التطوير، يعني كل واحد مجاله من الشخص. بنكون طبعا رسمين الثلاث دوائر الثلاث فلان. بعدين نحكي عن المستهدفين، وهنا المستهدفين برضو لابد ان احنا نقسمهم ونشرحهم شرائح. يعني ممكن المستهدفين يكونوا من داخل المؤسسة وخارج المؤسسة. مين من نستدعي بعد هيك من داخل المؤسسة ومين نستدعي خارج المؤسسة؟ لو كان الاحتفال او الفعالية داخل المؤسسة بدنا نشرح ايضا الإدارة الفلانية مين، الإدارات أو الدوائر وكذا، بنقسم الدوائر. بيجي واحد بيحكي طب إحنا ليش المستهدفين نقسمهم؟ ما نحط خلاص مستهدفين ونريح. بنحكي له طول بالك، خلينا نتبع الخطوات ونيجي لنقطة ليش شرحنا المستهدفين، لأنها مهمة جدا جدا جدا. روح نحكي الآن ليش هذه النقطة مهمة. باجي بعدين بعد ما أحدد من، بحدد متى. الوقت يا كرام، الوقت متى؟ والله أنا بدي أعمل بالليل، بالنهار، الظهر، الفجر، العصر، أيا كان الوقت. واليوم متى؟ بحدد الوقت. بعدين أين؟ بحدد المكان، داخل المؤسسة ولا خارج المؤسسة؟ طب وأنا قاعد بحمل في الخريطة كده وأجا واحد حكى ناس، وأنا بعمل فريق عمل، ناس حكت داخل المؤسسة وناس حكت خارج المؤسسة، إيش نسوي في هذه الحالة؟ بنحط فرع داخل المؤسسة وفرع خارج المؤسسة، بنرضي جميع الأطراف. طب شو يعني؟ الآن المرحلة هاي يا كرام، وإحنا بنخطط، وإذا كنا بنخطط لوحدنا فخلاص أنت بتفتي بالقرار وتستمر، لكن فريق عمل بدك تستمر في تحافظ على وحدته. فأنت بتحط مع الناس اللي داخل المؤسسة، اللي اختاروا مكان ألف، والناس اللي اختاروا، بتحطهم المكانين، وبتكتب ميزات الموقع الأول وميزات الموقع الثاني.
تمام، بنحطه. رضيت يا عمي؟ اه رضينا، خلاص نستمر. الاوقات، واحد اختار الصبح واحد اختار بالليل، بنحط الوقتين ما مشكلة. وليش اخترنا الصبح وليش اخترنا بالليل؟ مبرر، اديني انا فيش عندي مشكلة، طب اقنعني ليش احط. بتحط الاوقات، بعد ذلك بنحط البرنامج. والبرنامج هنا يا كرام اللي هو كيف، كيف ستتم الفعالية، كيف راح تبدي وراح كيف راح تنتهي. وبنبدأ فيها من أول ما يعني أول ما تتحرك السيارة، نطلع برا المؤسس لعند ما يروحوا سالمين لبيوتهم، أو أول ما يحكي بسم الله الرحمن الرحيم لعند أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كل البرنامج بنبدأها. الكيف بنبدأها، ممكن نبدأها في تسلسل زمني أو تسلسل أحداث، يعني الساعة 8 التجمع، 8 ونص تتحرك البصات، 9 الكذا. ببدأ إيش؟ كيف بحط كل الإيش؟ التسلسل الزمني للأحداث، كيف ده تبدأ وكيف ده تنتهي، كل البرنامج تمام. فبحط بوضح في الكيف كل الخطوات. بعد ذلك بروح لآخر نقطة اللي هي كم. الكم هان يا كرام بتحسب لي شغلتين، بتحسب لي العدد وبتحسب لي التكلفة. فأنا باجي هان في الكم، باجي بحكي إنه هاي التكلفة بدنا 200 وجبة، تكلفتهم مثلا $1000، بدي حجز مكان، حجز 8 ساعات، الحجز هذا مثلا $2000 مثلا، وهكذا. باجي بحط الاشياء العدديه، يعني بيسموها كده بتكيش الاحداث، بتحول كل الخطه تبعتك لارقام. ممكن تكون تقديريه موازنه، هاي تعرف الموازنه قبل والميزانيه بعد. فانا ايش بروح بحط التقدير، بقدر والله هاي بدها هيك وهيك وكذا، بحط كل الارقام اللي بتاعت خطتي. الان بعد ما تطلع على الارقام اللي احنا بنحكمنا دائما بالفعاليات، احيانا او في كثير من الاحيان بنعطى ميزانيه محدوده. والله انا اعطيت ميزانيه مثلا $2000، $3000، $10000 لهذه الفعاليه. فبروح ايش بسوي؟ بروح براجع والله هذا الكلام المحطوط هان تكلفته مناسبة ولا مش مناسبة. والله في شوية هيك، يعني في شوية زيادة بالمصروف. فبرجع للفروع، باجي لعندي المستهدفين اللي ايش فرع المستهدفين، خلينا نغير اللون عشان نوضح أكثر. أو لا خلينا ناخذ لون فاتح. باجي هان لعند المستهدفين اللي احنا قسمناهم لعدة شرائح. بقول والله انا هذول المستهدفين، انا طب ليش ادعو خارج المؤسسة 500 شخصية؟ لا بدعو 200. طب من جوا المؤسسة خلاص بكتفي بمدراء الادارات، بلاش كل الموظفين ادعوه. اذا ببدأ اقلل في المدعوين، لانهم بين هلالين هم اللي راح يستهلكوا اكثر شيء في الموازنه. اذا العدد كبير بده مكان كبير، عدد قليل بده مكان قليل. فببدا في المستهدفين. طب انا ليش شرحت المستهدفين بدايه؟ عشان هذه النقطه، انه في حال انه صار عندي دروب، صار عندي خلل في الموازنه انه بزياده او بالنقص، بروح ايش بقلل في المستهدفين. صار عندي زيادة، لا هاتوا كمان بتجيب مش مشكلة، وسعوا لنا في المستهدفين، وادي نادرا ما تحدث تمام. فهنا المستهدفين ليش شرحناهم لهذه النقطة؟ طيب باجي للمتى؟ وقت. والله أنا الفندق خميس الجمعة حجزه غالي جدا، بس بنصف الأسبوع رخيص الحجز، فبروح أو منخفض التكلفة. الناس تقول رخيص، كلمة رخيص ما بحبهاش أنا. منخفض التكلفة، فبروح في منتصف الأسبوع بحجز. ليش أحجز خميس وجمعة مثلا أو سبت؟ بكون بروح بمنتصف الأسبوع بحجز مكان. وحكى لي إنه الفترة المسائية بتكون أقل تكلفة من المرحلة الصباحية. خلاص
بعملها يعني فترة مسائية، ومنه هيك بنطير وجبة الغداء، خليها كده بيتي فور وسناك وبلاش وجبة الغداء يعني، فبحطها في المسائية. المكان، والله المكان، ما احنا بنحكي عن الزمان، واحنا حكينا عن الزمان وقبل المكان ايضا مع المكان. المكان بلاش يعني، هم كلهم معاهم سيارات، فلو احنا او بنوفر مواصلات، لو كنا على اطراف المدينة مكان اخف تكلفة وكذا، ومكان عام، فبصير افاضل بين هالمكان خاص ومكان عام، فبصير عندي ايش، مش انا اللي ضد انك الرأي اللي انت طرحته، يعني الناس اللي طرحت مكان ألف ومكان ب، مش أنا ضد، بس الميزانية حكمتني وحكمتك يعني، فبصير أنا مبرري لما أحكي أقوى منك، فبصير أفاضل بين المكان، هذا المكان جيد، هذا المكان مش جيد، وما إلى ذلك، بناء على موازنتي. باجي للبرنامج، والله البرنامج طويل، طب لا خلاص بلاش، خليه 6 ساعات، خليهم 5 ساعات، 4 ساعات، ببدأ أقصر وأوسع وأضيق في هذا الأمر. مين اللي بيحكم لي يا كرام؟ الفرع الأخير. وخليناه اخر فرع، لانه احنا احيانا لما بدنا نخطط ونحط الفلوس في الاول مش راح نخطط، يكون احيانا عائق امامنا في التخطيط، فلا خليها للاخر، وبصير توسع وتضيق، كيف بتفصل الملابس، بيصير عندنا هذا الامر. فهيك بيكون عندنا خطة الحدث كاملة، مسارات بدأت من الهدف وانتهت بالتكلفة. المصريين لذيذين، ايش بيحكوا؟ بقول لك انت لما تيجي تخطط لابد ان تجيب على الاسئله الثانيه. ايش هي الاسئله الثانيه؟ لك ايه وليه وامتى وفين ومين وازاي. يعني اختصروا الاسئله المعرفه، ايه وليه وامتى وفين ومين وازاي. هيك بيكون صار عندنا مخطط كامل للخارطه الذهنيه في موضوع التخطيط، كيف تخطط لحياتك، كيف تخطط لحدث، كيف تخطط لأسبوعك بالخرائط الذهنية. أي نقطة أو أي سؤال بهذا الموضوع أنا جاهز للإجابة قبل ما ننتقل للنقطة الثانية. ما في أسئلة؟ لا أستاذ، ما في أي أسئلة، وعن جد يعني كثير كثير ممتع وكثير مفيد، يعني إيه وليه وإمتى وفين ومين وإزاي، عن جد رائع، عن جد الشرح هو كثير حلو فعلا. إحنا على فكرة يعني أنا بشتغل مديرة مشاريع، يعني فعلا أول شيء كنا نحط الفلوس وبعدين على الفلوس نبلش، فهلا لا إنه العكس، ففعلا صح. شكرا لك أستاذنا. حياكم الله. طيب نيجي نشوف، وضحنا هل وصلنا وحققنا الهدف اللي احنا جينا منه ولا لا، اللي هو فوائد استخدام الخارطة الذهنية. يمكن حكينا بالأول فوائدها، إنها بتجمع، أول فائدة إنها بتجمع عدد كبير جدا من المعلومات في مكان واحد، يعني عبارة عن زي ما بيقولوا مكتبة متنقلة من المعلومات. أنت تصلح أغنية صحيح، تجمعها في مكان واحد. يعني على سبيل المثال لما احنا بنحكي عن تنظيم حدث ما بشكل الخارطة الذهنية، الآن انت حطيت كل الأفكار في هاي الخارطة، فالخارطة هذه راح تفيدك في 3 مراحل. قبل التخطيط، قبل تنفيذ الفعالية، انت بتشرف بتوجه فريق العمل، فبتحكي له اعمل هيك وسوي هيك وكذا، وبتطلع بخارطتك، انت مطلوب منك 1 2 3 وكذا. أثناء الفعالية بتجي الخريطة حاضر، إنه أنت عندك برنامج، فإيش إيش إيش اللي صار، إيش هاي البرنامج الثاني الثالث الرابع، الفقرات. إذا الخارطة فادتك قبل لأنها فيها معلومات كتير، الخارطة فادتك أثناء التطبيق لأنه فيها برنامج، والخارطة فادتك بعد ما تنتهي الفعالية لأنك بدك ترفع تقرير مالي وإداري، ففيها المصاريف، فيها الأشياء اللي أنفقت، فيها الفعالية كاملة ممكن أنت ترفعها للجهة اللي طالبة الأمر. فهي جمعت عدد كبير من المعلومات في مكان واحد،
فادك في الثلاث مراحل، تماما مثل المهندس اللي بيرسم خارطة لبيت معين. فبتلاقي قبل الان صار العلم متطور، الان بيرسموا البيت 3D قبل ما ينبنى، بيقول لك هنا بدنا نحط لك الكنباية، وهنا بنحط لك شاشة التلفزيون، وهنا بدنا نحط لك الستاير وكذا، بفرجيك البيت، بخليك تتجول في البيت قبل ما ينشأ على ارض الواقع. كذلك الخارطة بتخليك تشوف كل الفعالية قبل ما تتم على ارض الواقع، لانك اصلا طبقت الرؤية وطبقت الانشطة وطبقت الافراد قبل ما تنفذها على بعض. وأحسنت، بتحسسك بالإنجاز إنك أنت خلصت الفرع وخلصت النقطة الثانية وما إلى ذلك. فهي من فوائدها إنها بتجمع عدد كبير جدا من المعلومات في مكان واحد. أيضا بتوفر عليك وقت وجهد. يعني أنا بتذكر يعني أكثر خطة وضعت لها فعالية أو كذا، سواء كنت بشارك مع أفراد أو كذا أو لوحدك، لا تتجاوز بصدق 10 دقائق، يعني بزيادة كذا. انك افكارك على طول بترتبها وطول بترسمها وبتروح بتناقش فيها الاخرين، فبتوفر عليك وقت وجهد. كثير محاضرات كانت تطلب مني وانا يعني مثلا بوقت مفاجئ، انه بيتصل علي الجهه معينه انه عندنا تدريب يا مصعب الساعه 11، ويكون الساعه 9 9 ونص او قبل يعني بسويعات قليله، انه اروح على طول ارتب افكاري بشكل الخارطه واروح أقدم لأعطي هذا التدريب. أيضا إن العملاء اللي كانوا يطلبوا منا شراكات أو عقود يعني مذكرات تفاهم أو كذا، كنت برضو بستخدم الخرائط في ترتيب أفكاري، في يعني جمع المعلومات ومن ثم عرضها عليهم يعني في وقت قياس وكذا. فكتير بتوفر. ايضا نستخدمها صحيح يا غدير في موضوع محاور الدورات. ايضا بترتب الافكار، ترتيب الافكار. اذا ما كانت افكارك مرتبه فلن تكون مقنعا ابدا. عندنا مثل فلسطيني بيقول كذب مصفط احسن من صدق مفرفط، يعني انك تكون تكذب لكن بطريقه منتظمه مرتبة ومنظمة أفضل من أنك تحكي صدق لكن بطريقة عشوائية. وهذا حقيقة الإعلام يطبقه علينا، يعني أنه إحنا نجد يعني بين هلالين الإذاعات والمرئيات والفضائيات التي لا تخاف الله فيما تقدم كذب لكنه مصدق، يعني بصير واحد يشك في نفسه. يعني ليش؟ لأنه بتقدم أفكار منظمة. بيقولوا يعني كذب مصفط، يعني كذب مرتب احسن من صدق مفرفط، يعني انك انت تكذب تقدم كذب مرتب ومنسق ومنمق افضل من انك تقدم صدق مفرفط. كذب مصفط احسن من صدق مفرفط. فهنا اذا اردت ان تكون مقنع لابد تكون افكارك مرتبه. اذا اردت ان تكون مقنع مع ابنائك لما تحكي مع ابنك انه هذا صح وهذا خطا وافكارك غير مرتبه فانت مش حتقدر توصل الرساله. اذا بتحكي مع موظفينك، تحكي امام اخرين وافكارك مش مرتبه، فتاكد تماما انه انت ما راح تكون مقنع. مشان هيك كثير انا يعني الوم الخطباء الجمعه يوم الجمعه انه بيكون في موضوع، نبدأ في موضوع الخطبة وبتنتهي الخطبة بموضوع آخر ليس له علاقة بالمقدمة إلا من رحم ربي. واحد بيسمع في السنة 48 خطبة جمعة، مفروض 48 مؤتمر أو ملتقى يكون كل أسبوع، ما بيظل في ذهنه في السنة كلها إلا خطبة أو خطبتين يعني ناس ربنا فتح عليهم فتوح العارفين. فالفكرة هان إنه تكون أفكارك مرتبة، بتكون مقنع، بتكون مؤثر، بتكون يعني كثير فعال. الخارطة الذهنية كثير رائعة جدا في ترتيب الأفكار، ترتب الأفكار بتنظمها وأيضا بتساعدك إنك تكون أيضا مقنع. أيضا فكرة للإبداع، يعني طريقة التقليم الزراعة والتقليم، وهي أيضا من بركات الخارطة، التطبيق للخارطة الذهنية. أنا طورت هذا النموذج الزراعة ومن ثم التقليم. لما نروح لموضوع احنا
مش عارفين ايش بنسوي فيه، موضوع معين احنا لسه مش ما اشتغلنا قبل، ولا ما بنعرف شيء عنه، او موضوع جديد كذا، تحدي جديد. فتبدا تضع مرحله الزراعه ومرحله التقليم، انت بتطلع كل الفوضى اللي في دماغك في الزراعه. بعد ذلك التقليم بيبدا يرتب لك الحوار، تبدا ترتب، تبدا تهدى. الدماغ لما يطلع كل الكلاكي على الورق بيبدا يهدى كذا ويشتغل براحته. فهنا بنحكي ايضا الخرائط بتفيد في موضوع الابداع، موضوع يعني تطوير العمل بشكل كبير وكبير جدا جدا. ايضا بتفيد في التطوير، انه احنا دائما هناك افضل، الخارطه بتخليك تخرج افضل ما لديك من معلومات، من افكار، من موضوعات، من اشياء. يعني قدرتك على الربط، قدرتك على التحليل بتزيد بشكل خرافي كبير وكبير جدا، لأنه يعني بعد شوي الخرائط بتبطل ترتسم على الورق، بتبطل ترتسم على أجهزة، بتصير ترتسم في دماغك، دماغك بصير عنده قدرة على ربط المعلومات وتحليلها، بتصير زي كونان كذا يعني، عندك قدرة كبيرة جدا على ربط الأحداث والربط بينها وبين بعض. فالتطوير كثير مهم، كثير رائع الخرائط بين. النقطة قبل الأخيرة في موضوعنا لهذا التدريب اللي هو كتب وبرامج تتحدى عن الخارطة الذهنية. الكتاب اللي أنا أرسلته لحضرتكم على المجموعة هو ملخص للكتاب الأمثل، وكتاب اسمه الكتاب الأمثل للخرائط الذهنية توني موزان. هو الكتاب كبير وبيحكي أشياء يعني بالدماغ وبالعقل، ويعني شوي كده بتوه، خاصة لو واحد أول مرة يقرأ. فأنا هذا كله شطبته منه، حذفت الفصول هاي وخليت فقط اللي بيحكي عن الخرائط بشكل بسيط وسهل. فاللي أحب إنه يضع رجله على أو بداية الخرائط رجاء أن يقرأ هذا الكتاب، إنه من بداية الكتب اللي أنا قرأت حقيقة وكثير حببتني في الخرائط. كتاب بسيط وسهل فكثير حلو إنه نقرأ. أنا بعثت الملخص على الواتساب موجود. أيضا كتاب آخر اسمه كيف نرسم خريطة العقل، أيضا لتوني موزان. كيف موجود، أنا حضعه الليلة إن شاء الله رب العالمين على المجموعة، كيف ترسم خريطة العقل. برضو كتاب سهل بسيط موجود بي دي اف، راح إن شاء الله رب العالمين هنشره على المجموعة. في البرنامج ايضا هذا بخصوص الكتاب، اللي خلص الملخص الموجود الكتاب الامثل ملخصه هاي يكمل قراءته، بسيط جدا هذا الكتاب يعني جدا بسيط وكلماته قليله، يعني جلسه واحده كتاب بتخلصه. يعني الجهاز البرنامج اللي احنا كانت انا اثناء تحضير هذا الدوره كان اسمه فري مايند. الفري مايند اللي هي اشارته هي الفراشة، هذا برنامج مجاني لرسم الخرائط. وفي برنامج ثاني هو اكس مايند اللي انا ارسلت رابطه على مجموعة الواتساب. البرنامجين هذول ايضا بسيطين وسهلين جدا في التعامل برسم الخرائط الذهنيه على الكمبيوتر. لو دخلنا على اليوتيوب وبحثنا على شرح برنامج اكس مايند او فري مايند راح نجد فيديوهات كثيره بتحكي عن هذا الموضوع. حتى في احد الاخوه بعث لي الله يجزيه الخير رسمه مدينته بالكمبيوتر بالبرنامج يعني. فالبرامج سهله وبسيطه وما بتغلبش. عندنا الآن راح أفتح برنامج وراح أعطي على رأسي، حاضر أسكر الآن وأفتح إكس مايند وأشتغل عليه، ما في مشكلة. ماشي يا ليندا، حاضر، حاطي على أحد البرامج، بس كان إحنا مش حنعطي يعني المثال لما يجي ولي أمرك على الفوضى اللي عملتيها بنص التدريب. إلا إذا الإخوة بيسامحوا فإحنا يعني بنسامحك، اما اذا الاخوه ما سامحوا مش حنقدر نشرح لما يجوا لي امريكان. البرنامج الثاني للموبايل هو سيمبل مايند، هي شعاره، موجود منه ديسكتوب وايضا موجود منه على الموبايل ابلكيشن.
يعني ما مش كتير اللي سمحوك، اثنين بس. واحنا يعني ناس ديمقراطيين وبنحترم رأي الأغلبية. سيمبل مايند فري برضه تطبيق موجود منه على الخارطة، عفوا موجود منه على اللابتوب أو موجود منه على الموبايل أبليكيشن، سواء أي أو إس أو أندرويد. الأي أو إس حقيقة فيه تطبيقات يعني أطور من الأندرويد، في أي مايند على الأي أو إس هو التطبيق اللي توني بوزان هو بيقوم بتطويره، وفي مايند جينيوس أيضا على الأندرويد على الأي أو إس، لكن سيمبل مايند هو موجود أندرويد وموجود أي أو إس، برنامج كتير سهل وكتير حلو، أنا حتى بستخدمه في عملي بفرجيكم إياه. ما هي هيك تقريبا خارطة منه. فلو كان واحد بالمنزل كان بوسيلة مواصلات ممكن. هاي طارق جزاه الله خيرا تطوع انه حط الرابط. هذه ما يخص التطبيقات. شركات عالمية تستخدم الخرائط الذهنية في العمل. انظروا يا كرام، هاي الشركات متعاقدة مع موقع اسمه أوبن جينيوس. هذا أوبن جينيوس بيجمع عدد من المستشارين بيشتغلوا مع توني بوزان، بيقدموا الاستشارات لهي الشركات بالخرائط. لما نسمع مايكروسوفت، البي بي سي، ديزني، انتل، ناسا، سوني، هواوي، ابل، اوكسفام، بيبسي، اوكسفورد، في غير شركات كتير يعني، بس انا اخذت اللوجوهات هاي من المول. لو دخلت على موقع اوبن جينيوس هتجد يعني شركات كتيرة غير هاي الناس تستخدم الخرائط. البقاء بعد هذا كله بنقدر نحكي إنه الخارطة ولا الدفتر. أكيد الدفتر لا غنى عنه، لكن الدفتر غير المسطر. الدفتر غير المسطر، يعني في تعبر عن أفكارك وعن الأشياء اللي أنت معك، عن أفكارك بشكل الخارطة الذهنية، بشكل رؤوس أقلام، بشكل رسومات. يعني في الغرب علم كامل اسمه سكتش نوتس، بيحكي عن يعني عن كيف تعبر عن أفكارك بالرسم. الآن عندنا الأمر بتطور، يعني الفيرجن الأحدث من الخرائط او اللي هو استوحى من الخرائط اللي هو الانفوجرافيك. الانفوجرافيك معلومات كثيره بتتلخص بكلمات قليله، بصور، برموز، بالوان، او هي كلها متاخده من الخرائط. يعني زي ما بيقولوا الفيرجن الاحدث الان في الاعلام، في التعريف عن المعلومات كذا، اللي هو الانفوجرافيك اللي هو كلمات قليله وصور. يمكن شفتوا البرزنتيشن عندنا اليوم كان كلمات قليلة وصور. يعني دفتر مهم، لكن الكتابة الكتيرة مش مهمة. إنه ممكن نختصر معلومات بشكل أفضل، بشكل أجمل، ونقدم محتوى قوي وقوي جدا. طيب أي سؤال لحد الآن عشان نروح للتطبيق العملي كما طلبتم على برنامج إكس مايند؟ أي سؤال أو استفسار، إحنا جاهزين. ما في أسئلة؟
الهند أسئلتها كثرت وطلباتها كثرت من بعد ما سمحتوا، يعني المفروض إحنا ما سمحناك حقيقة. والله لازم يا استاذ عن جد، انه يعني بالاخص اليوم كان في كثير افكار، فاذا يعني احنا كلياتنا بنضم صوتنا لصوت ليندا بما سمحناه، فكلياتنا يعني موافقين معه. طيب انا راح الان اطبق موضوع الاكس مايند على برنامج الاكس مايند، ارسم خارطه وفيها التلخيص ان شاء الله رب العالمين. يعني هستخدم تلخيص تستخدم البرنامج في تلخيص ما تم شرحه في هذا اللقاء ان شاء الله. برنامج اكس مايند هي شارته، برنامج كتير لذيذ وكتير سهل. الان اول ما نفتح البرنامج راح تجينا قوالب، يعني قوالب للخرائط كتيره وقليله، ف نختار دائما احنا ايش اول قالب لمن احب، يعني حب تختار قالب ثاني ما فيش مشكله. تيجي عندنا هذه الواجهة. طبعا أي برنامج خرائط أول ما تفتحه راح يعطيك مركز اللي هو دائرة في المنتصف، بيحمل البرنامج. تمام، أعطانا إيش؟ أعطانا مركز وأعطانا ثلاث أفرع. الآن أها لازم أضطر أنا أرفع اللوح وأدخل الكيبورد. من الشيخ بسيطة فيها مركز وفيها أفضل، يعني هاند بالماوس مضغط قبل يضغط على يعني صوت صوت الكرام. صوت واضح الآن؟ هلا صوتك واضح أستاذ. تمام أوكي. طيب الآن بيجي عندنا البرنامج بهذا الشكل، قلنا مركزه منه أفرع. باجي هان دبل كليك بهذا الشكل على المركز بتظلل عندي، وبكتب العنوان ملخص، بحول اللغة العربية ملخص لما سبق لمحاضرة اليوم أو شو أنا حابب أعمل. الآن يا بمشي بالماوس يا بمشي بالأسهم، بمشي بالأسهم. تمام، الآن الأفرع عندي الفرع اللي بدي أفرع منه بعلم عليه، يعني بروح بالماوس عليه. بدي أفرع من هذا الفرع الأول لازم يكون المربع الأزرق هذا على الفرع، وبفرع بالتاب. سجلوا عندكم تاب، اضغط تاب بتضلك تفرع، كنترول زد تتراجع. تمام، التاب اللي هو اقصى يسار الكيبورد واشاره السهمين كده داخلين في بعض. بدي ابدا الفرع الاول، شوفي ايش حكينا احنا الفرع الاول. حكينا في موضوع تمرين العشرة مليون دولار. حكينا بالرموز فقط، بعدين حكينا في موضوع العصف الذهني، حكينا موضوع الزراعة، بعدين التقليم.
الزراعة قلنا بدون إرشادات، والتقليم مع الإرشادات. مثال البطالة. بعدين رحنا لموضوع المتابعات اليومية، وقلنا بناء على المجال أو الأفراد. طيب خلصوا أنا الثلاث أفرع اللي أعطيني إياهم البرنامج، بدي أجيب الفرع الرابع، وين كيف أعمله؟ بروح لمركز الخارطة بعلم عليه يا بالماوس قلنا يا بالأسهم، بتنقل بالأسهم. فرحت لمركز الخارطة وعلمت عليه بهذا الشكل، وبالتاب فرعت هذا الفرع. فباجي بقول هنا دوائر التخطيط، الدوائر الثلاثة للتخطيط. بفرع الرؤية، بعدين الأنشطة، بعدين الأفراد. وقلنا بدا عمل ما تنسوش. هنا الأنشطة، حكينا كلمة الأنشطة، بدنا نكتب كمان مرة الأنشطة؟ لا، نحكي إيش؟ المتشابه، إنه إحنا بنجمع الأنشطة المتشابهة مع بعضها. الرؤية بنسميها الزراعة، نظرة كلية. قلنا وكأن في مرحلة الزراعة، إيش أنت شايف بتكتب في هذا الأمر؟ طيب باجي هان لملاحظة بعد الدوائر الثلاثة، أخذنا التخطيط وقلنا لأسبوع الأسبوعي، التخطيط الأسبوعي، بعدين السنوي، وقلنا لحدث أو فعالية. قلنا هنا المصريين شو قالوا؟ ايه وليه؟ امتى؟ فين؟ مين؟ ازاي؟ الثانوي حكينا عن افرع جانب روحاني، قلنا الصحي ثم الشخصي، قلنا الأسري، قلنا بعد ذلك المهني، قلنا بعد ذلك الاجتماعي، قلنا بعد ذلك المالي، وقلنا هنا الأسبوعي أيام الأسبوع. جينا بعد ذلك حكينا عن الفوائد، فوائد الخريطة. هنا في مكان، أو هنا خلينا نقول مكان واحد، قلل الكلمات واحد. وقلنا ترتيب الأفكار، قلنا الإبداع، قلنا التطوير، قلنا الوقت والجهد أقل. تمام، هيك احنا ايش مالنا؟ جمعنا كل ما تم شرحه، وقلنا شركات عالمية بتستخدم الخرائط، قلنا سوني، مايكروسوفت، هواوي، وديزني، وابل. الآن صارت عندي الخارطة مكتملة. الآن بدي أتحكم بالخطوط، بدي أطلع. أنا طبعاً أنتم شايفين إنه كل فرع أخذ لون لحاله البرنامج، مريحنا كمان. كل ما راح الخط أبعد، كل ما صغر الخط، يعني هذا حيكون بحجم، هذا بحجم، وما إلى ذلك. طبعاً عندنا هان الخانة، الهان فورمات، هان
لو ضغطنا عليها هتعطينا التحكم بالألوان، التحكم بالصور، بكل حاجة يعني بالفروع. هنا هي المربع اللي بتعلم عليه بيكبر أو بيصغر، يعني مثلا الخط هنا بدنا يخليه 24 خليه 60 على سبيل المثال، هي كبر بتصغره كيف بدك. المربع اللي أنت بدك تكبره أو تصغر خطه بتعلم عليه. هاي طبعا كلها لتنسيق. هنا بنيجي لجنب الايكون، هاي ادراج رموز وارقام، يعني هاي هنا واحد هنا اثنين. هو البرنامج هنا معطيك لسبعه، طبعا احنا قلنا ليش لسبعه؟ لانه كل ما كان اقل العدد كل ما كان افضل، فهو معطي اوريدي لسبعه افرع، خمسه سته سبعه. فهنا هي ممكن ندرج رموز برضه للخارطة. الآن لو هذا الفرع، قلنا في المرة الماضية إنه ممكن تنشئ علاقات، لو هذا الفرع فيه علاقة بهذا الفرع فبروح من بأربطه بهذا الشكل، بقول إنه هذا إيش، بربط العلاقة مثلا نفس الموعد مثلا، خلينا نحكي مثلا. فهنا صار عندي هاي الفرع مربوط بهذا الفرع، تمام؟ سوي هيك، حدد لي العلاقة مع هذا الفرع بهذا الشكل، إنه هان من ريليشن شيب هي العلاقة. بميل، بنظم، بعمل، بسوي، يعني ماليش أنا في ال كتير في التجميل والتزيين، يعني انه خلاص الفكره وخلصنا. فانت يمكن تكون اشطر مني او انت اكثر مني، اشطر مني توفر الوقت والجهد، احنا ما كتبناه الوقت والجهد اي كتبناه. الان بنحكي عن ادراج الصوت او الصوره، احسنت. الان باجي هان في شغله قبل ما، لو علمنا هان على الفرع، باجي انا بخبي الافرع هان، هذا النقطه السالب هذه او كذا، لو ضغطت عليها، لو انا بدي اروح ادي محاضره وراسمها بالخريطه ما بدي كل الناس تشوف شو انا راسم، يعني بدي افاجئهم كل فرع افتحه لحاله مثلا. فباجي بحكي لهم انا هاي محاضرتي، باجي للفرع الاول بضغط هيك بيطلع لهم، بضغط هيك بيطلع لهم، وهكذا بصير في تشويق. خلصت منه بسكره، بسكر الفرع عشان ما يتشتتوش، بصير عندي الفرع فقط اللي انا بحكي فيه، النقطه اللي انا بحكي فيها هي اللي امام الجمهور. هيك الجمهور عارف انا ايش راح احكي، النقاط العامه، وكل فرع لحاله بستخدمه. برنامج كتير لذيذ وكتير رائع وخفيف يعني. طيب الان بنحكي عن ادراج صوره. انا لو علمت على الفرع اللي انا بدي ادرج فيه صوره، مثلا بدي ادرج عند سوني، انا انسيرتان بروح على الاتاشمنت انا اعتقد او لوكال ايمج، وباجي بختار الصوره اللي انا بدي ادرج، مثلا بدي ادرج هاي الصوره باختار. اذا من انسيرت بروح لعند لوكال ايمج، بضغط عليها وبختار وين انا رايح، وين انا بدي اختار الصوره، باي مكان، اي كذا، اختار هاي مثلا، بكبر الصورة وبصغرها كيف أنا بدي يعني. تمام، هذا بخصوص إدراج الصورة. إدراج الفيديو ممكن برضو إدراج فيديو، insert هنا بس ال attachment بنعمله من عند attachment. هان طيب من وين ندرج عدد الفيديو؟ نطلع هيك ندور على الفيديو اللي احنا بدنا ندرجه، ممكن ندرج بي دي اف على فكره، يعني هاي ملف بي دي اف ممكن ندرجه، هاي ندرج بي دي اف، هاي بي دي اف، ممكن كمان فيديو، ها ممكن هنا نجيب فيديوهات دستور برنامج اشاره، هاي فيديو مثلا، هاي فيديو شخص عربي، نكتب هان مثلا الشرح، شرح الشيخ الشعراوي،
بيصير عندي الفيديو مدرج. الآن بدي أضغط على الفيديو بهذا الشكل، ضغطتين على سوري على الأيقونة هان. لا 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 ليش هيك؟ في خطأ. طب لحظة أتذكر كيف. هيك في غلط. طب هي هذا ليش ما فتح؟ لا مش هتحتاج لحظة. كيف غدير بيدرج الفيديو؟ لا تاش انت انا بعرف. طب كيف هذا هي؟ ليش هيك؟ يا هذه الكسوف. لا في شيء غلط. يعني نشوف الصورة. طب هنا حفظته بعدين. بنشوفها كيف، بنشوف كيف ننزل الفيديو. يعني انا مش متذكر كثير لانه ما بدرجش، انا بتعمل صور وكلام. فممكن احنا لو عالجنا القصة هاي نبعثها لكم ان شاء الله رب العالمين. الان احنا صارت عندنا هذا الشكل. الان بدي اصدر الخريطة. فباجي هان اكسبورت، تو بدي اصدرها صورة، بدي اصدرها بي دي اف، بدي اصدرها وورد اكسل ايا كان. فانا بدي اخذها مثلا بي دي اف واحط لكم اياها على الواتساب. فهنا باجي لحظة بس. طب خلينا نشوفها كيف بتدرج، كيف بتصدر. اظن مش 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 واضح الافرع فيها. نشوف الان كيف. اها هنا التصدير. شوف هنا التصدير، شوف طلعت الفروع مش مفتوحة، مش خريطة كاملة. حقي بشار مشكلة بالصوت. بشير بشير بشير. فهنا الأفرع مش منتشرة. هنا عشان تصدرها بالشكل انت بدك تصدره، تفتح بهذا الشكل، تفتحهم هاي الشكل هيك. تا 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 تا. لحظة لحظة لحظة. هيك تمام. وبنصدرهم export pdf. وبنحذف هاد. وبنحفظ يس. وبنبعث لكم اياه ان شاء الله على الواتساب. هذا البرنامج كثير لذيذ، كثير سهل، كثير رائع. وانا ماليش يعني استثمار في الشركه هاي، يعني ما بسوق لها يعني فلوس. لكنه جميل يعني، يساعد كثير. وربنا يرضى عنكم ويبارك فيكم يا رب. هيك احنا بنكون خلصنا تدريبنا. لو بدي احذف لحظة لحظة لحظة، انا ما شفت المحادثات. لحظة كبر الهاتف. يمكن ضغط ادراج صورة صورة يدوية ممكن، مش غلط، اسف، ما مشكلة. لو بدي احذف لو بدي احذف هيني مثلا، انا بعلم على الفرع وبحذفه ديليت بروح. بدي اتراجع كنترول زد، ما في اسهل منها. بدي انقل هذا الفرع على مكان ثاني، بسحبه هيك، بضغط بالماوس، بضغط بالماوس بالماوس وين الكاميرا، دبل كليك على الزر الشمال، بسحب بدي احطه هان، بحطه هان، بدي احطه هان تحت هاي الفرع، بدي اعمله فرع لحاله، هي فرع لحاله. لما يعطيني اشارة انه فرع لحاله، فرع لحاله، بدي اسحبه واحطه تحت شركات عالمية. ايوه قال لي تحت شركات عالمية، بحطه تحت شركات عالمية. وهكذا. ممكن اتنقل، ممكن احذف براحتي، ما فيش اي مشاكل. الصورة نفس الشيء. الصورة لحظة عن الصور والفيديوهات، والله انا ما بستخدمها، عشان هيك انا يعني اشياء عند. خلينا نجرب الصورة هان. الصورة هان، لا الصورة بتنتقلش، الصورة بتنحذف، الصورة بتيجي هان، بتعلم على الفرع وانسيرت، بتروحي ل
لوك الايمج، بتختار الصورة وبتنزليها، وبعدين تبدأ ايش تكبر بالصورة كيف بتحبيها. أما صورة لا تنقل، لأنه خلاص زي ما أنت بتحكي شو يمكن تنقل، والله ما أنا عارف، معقول هيك تنقل؟ إيه والله انتقلت هي، والله ممتاز. أو تحذف الصورة، هاي بتتعلم عليها وديليت بتروح، بتتعلم عليها هي بتروح كمان. آه حذف عادي، بتحذف، ما فيش حاجة بتنحط ما بتنحذف يعني. فهاي الفكرة، وسمونا ما قدرنا نجيب لكم موضوع الفيديو. لحظة بس بهدوء نكتب عشان أنا أشوف الكلام. نقل الفرع لترتيب الصفحة، صورة أستاذ مثلا نرسم صورة بالقلم، صحيح، يعطيك العافية، الله يعافيك يا رب. بالفرع ترتيب الصفحة ممكن، ممكن تنقل الفرع كيف بدك يا طارق. يعني هذا الفرع أنا بدي مش عاجبني هلا، كانوا لو ترتيب مش صح، فباجي بحطه هان، هذا بدي اجيبه هان بحطه هان، هيني بس ايش ضلي متصل، ضلي متصل بالمركز، برتب كيف بدي. هذا الفرع كله بطل له لازم يكون لحاله، بدي ادمجه في فرع اخر. هي باجي للصفحه للفرع بحطه فيه، يعني بنحكي كده بالفلسطيني شكل بيدك، يعني ايش بدك موجود. البرنامج له شرح على اليوتيوب، الواحد لو كده شوية شوية صغيرة يتعب، في مش يتعب، ما فيش فيها تعب، يعني يشوف في الفيديوهات كتير راح يستفيد، وكتير راح يعني ياخذ علم رائع وجميل من هذا الأمر. هيك احنا بنكون خلصنا. صحيح، انت لما تصدرها، لما تصدرها بي دي اف خلاص بتطبعها كيف بدك، يعني بتكبرها بتصغرها، بتعطيك البرنامج بجودة عالية، يعني بيعطيك اياها بجودة عالية، حتى لو كبرتها ما تتكسر. يعني في بعض الخرائط طبعناها من اي زيرو كبير يعني الامر، وكانت الحمد لله الجودة. بارك الله فيكم، جزاكم الله عنكم خير. سعيد جدا بلقائكم، اهتمامكم، تفاعلكم، هذا شيء بيسعدني جدا. يعني اشوف ناس بحب الخرائط، حب هذا العلم الجميل، وحب تطبقه. وانا بصدق لما نقلت تجربتي مع الخرائط، يعني يعني مثل رجل في 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 سورة ياسين، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وأنا بقول وجاء من أقصر المدينة رجل يسعى بنفس الهمة والنشاط، يا رب يا عرب استخدموا الخرائط، والله كتير رائعة وكتير جميلة، وبتخليكم تفكروا بشكل أفضل، بتخليكم تستخدموا عقولكم بشكل أطور وبشكل أروع، بتسهل عليكم كتير بعملكم، بتخليكم مميزين بعملكم، خليكم شاطرين جدا ومميزين جدا في اقتناص الفرص وانتهاز يعني الفرص اللي ممكن تمر عليكم. يعني فوائد كثيرة، يعني يطول شرحها، ما راح يعني يشعر بها قيمة هذا الأمر إلا من طبقه ومن يعني استخدمه في حياته. شكرا لكم، أكرر شكر لكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، يعطيكم ألف عافية. شكرا، شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه. طبعا الشكر موصول للاستاذ محمد دهمان، نشوفكم على خير بتدريبات قادمه، شكرا.